اسم الأبابنا الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفاء والطيب من عاداتها. اسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصيم، روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها. يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تنتبنا على النهج السليم، وارث لنا طول الزمن مضى في طياتها. يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم، مقدم للضيف والجيران في جياتها. وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم، من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها. اذ لا نلا عند وهل الفزعات والراي الحكيم، قوم على قحص المهار مجهزه فزعاتها. عساكر البرود واهل الجود والمد المقيم، امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها. وقفات ابو كان معنا فالجديد وفالقديم، ما هي غريبه وقفته لا جات في حزاتها. صمد عن ولينت يخلص غريم من غريم، ولياها قوفها النشام جا ورا اكواتها. اسم الاضابين الكرام اللي يعزون الكريم، للشجاعه والوفاء والطيب من عاداتها. اسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصيم، روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها. يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تنتبنا على النهج السليم، وارث لنا طول الزمن مضى في طياتها. يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم، مقدم للضيف والجيران في جياتها. وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم، من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها. اذ لا نلا عند وهل الفزعات والراي الحكيم، قوم على قحص المهار مجهزه فزعاتها. عساكر البرود واهل الجود والمد المقيم، امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها. وقفات ابو كان معنا فالجديد وفالقديم، ما هي غريبه وقفته لا جات في حزاتها. صمد عن وينتخى يخلص غريم من غريم، ولياها قوفها النشام جا ورا اقواتها. الأبابنا الكرام اللي يعزون الكريم، للشجاعة والوفاء والطيب من عاداتها. اسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصيم، روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها. يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تنتبنا على النهج السليم، وارث لنا طول الزمن مضى في طياتها. يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم، مقدم للضيف والجيران في جياتها. وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم، من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها. اذ لا نلا عند وهل الفزعات والراي الحكيم، قوم على قحص المهار مجهزه فزعاتها. عساكر البرود واهل الجود والمد المقيم، امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها. وقفات ابو كان معنا فالجديد وفالقديم، ما هي غريبه وقفته لا جات في حزاتها. صمد عن وينتخى يخلص غريم من غريم، ولياها قوفها النشام جا ورا اقواتها. اسم الاضابين الكرام اللي يعزون الكريم، للشجاعه والوفاء والطيب من عاداتها. اسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصيم، روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها. يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تنتبنا على النهج السليم، وارث لنا طول الزمن مضى في طياتها. يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم، مقدم للضيف والجيران في جياتها. وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم، من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها. اذ لا نلا عند وهل الفزعات والراي الحكيم، قوم على قحص المهار مجهزه فزعاتها. عساكر البرود واهل الجود والمد المقيم، امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها. وقفات ابو كان معنا فالجديد وفالقديم، ما هي غريبه
وقفت لا جات في حزاتها ضمت عن والينتخى يخلص غريم من غريم ولياها قو فيها النشا ما جا وراها قواتها ولياها قو فيها النشا ما جا وراها قواتها ملها بابنا الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفا والطيب من عاداتها باسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصم روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها يا مرحبا يا مرحبا ترحيب انت ابنا على النهج السليم ورد لنا طول الزمن ما ضاع في طياتها يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم مقدم للضيف والجيران في جياتها وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها اذ لا نلا عنده وهل الفزعات والراي الحكيم قوم على قحص المهار مجهزة فزعاتها عساكر البرود واهل الجود والمجد المقيم امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها وقفات ابوها كان معنا فالجديد وفالقديم ما هي غريبة وقفته لا جات في حزاتها ضمت عن والينتخى يخلص غريم من غريم ولياها قو فيها النشا ما جا وراها قواتها اسم الاضابين الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفا والطيب من عاداتها باسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصم روس يلا حيوا يلا حيوا مرحبا 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 يلا حيوا اهل الكرم واليا نجم يلا حيوا يلا حيوا تعالوا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا ردية تنتم صلب قوم على القناة والخيل قادت السرايا لولا فعيل ما العدوان ما سموكم سوم المنايا واللي يبايا رمسهم الموت يلقاها مع رجال البقوم والثانية حنا ذيلة للسيوف الحدب متعبت المطار سيوفنا تشهد لنا فالفتح الإسلامي ومع كل البرايا أهل الكرم واليانز ساحة الميدان سوينا سوايا قبيلة رجالها ينعد عن 20 في وقت اللزوم والثالث جنا تحت راية زعيم ذيل حلال الشيخ أبو ركان راعي ميزة تبقى على كل المزايا مثل العلم من ذو القدم وذيل حاميها تحت عوج الحنايا يذكر خشم المعتدي حتى العدا سموا لطم الخشوم هلا ولا سلام تسليم الوفا والطيب من صدق النوايا ردية تنصل بقوم على القناة والخيل قادت السرايا لولا فعايلهم على العدوان ما سموهم سوم المنايا واللي يبايع رفدهم الموت يلقاها رجال البقوم with that.
عند المطايا سيوفنا تشهد لنا بالفتح الإسلامي ومع كل البراد أهل الكرم ويرزقنا ساحة الميدان سوينا سوايا كبيرة رجالة الشيخ بورا كان راعي ميزة ترقى على كل المزايا مثل العلم من ذا القدم وذين حاميها تحت عجل حنايا يدق خشم المعتدي حتى العدا سموه لطم الخشوم هلا ولا سلام تسلم النوايا بدية تنصل بقوم على القناة والخيل قادت السرايا لو لا فايلهم على العدوان ما سموا مشهوم المنايا ولي بايا يفزهم الموت يلقاها مع رجال البقوم والثانية متعب كالمطايا سيوفنا تشهد لنا بالفتح الإسلامي ومع كل البرايا أهل القرم وجان زنا ساحة الميدان سوينا السرايا كبيرة الرجال الشيخ أبو كان راعي ميزته ترقى على كل المزايا مثل العلم من ذو القدم وذيل حاميها تحت عجل حنايا يدق خشم المعتدي حتى العدا سمعوا إلى الطمى الخشوم لا 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 سلم لنا من جدنا الأول وحنا أهل العوايد والسموم هلا ولا هي مرحبا وتحية الإسلام هي خير التحايا بس ما بني عميها لأن موسى والطلا حميدنا السجايا في مجلس ما تشتكى الضيفان فيه من الدوايع والخطايا سلم لنا من جدنا الأول وحنا أهل العوايد والسلوم بس ما بني عميها لنقبوس والقرى حميدنا السجايا في مجلس ما تشتكى الضيفان فيه من الدوايع والخطايا سلم لنا من جدنا الأول وحنا للعوايد والسلوم والثانية يا ذيل سادة المراجل والمواقف يا كثيرين المزايا حنا البقوم نعيف العيات في كثرة الطلايب والمعايا ربعيك معصر لطب البحر ما يبقى الشاطئ بقايا سطواتنا تشبع وحوش الأرض والسلحان وطيور تحوم والثانية يا ذيل زادت
عطلاتنا تشبع وحوش الأرض والسرحان وطيور تحوم والثالثة يا ناس الخوط في الصليب برا سراع المجد وذعر السبايا مدحك وجاب يا فيصل المرمور والثالثة يا ناس الخوط الأصل بالرأس راع المجد وذعر السبايا مدحك وجاب يا فيصل المرمور شيخ المجد وك بار العطايا يا معتزل جذب الرجال من السيوف اللي تبلتها البلايا كل يبى مثلك ولكن القمر ما تشبه بقى النجوم مدحك وجاب يا فيصل المرمول شيخ المجد وكبار العطايا يا معتقل قبل الرجال من السيوف اللي تبلتها البلايا كلن يابا مثلك ولكن القمر ما يشبه مرحبا مرحبا ابو ركان مرحبا بهليل عسكر البارود مرحبا ترحيب المطر مرحبا الله يحييك كيف حجيتكم يا المطر مرحبا الله يحييك مرحبا الله يحييك مرحبا ترحيب السيد مرحبا يلا حي مرحبا يا صبيان هذي مرحبا تفضل يا اخي تفضل يا اخي اقلطوا قدام اقلطوا يا محيي يا الله حيهم يا الله حيهم ومن حياهم مرحبا تفضلوا تفضلوا حياكم الله مرحبا تفضلوا قدام تفضلوا قدام قدام بسم الله بابنا الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفا والطيب من عاداتها بسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصم روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها يا مرحبا ترحيب انت ابنا على النهج السليم ورد لنا طول الزمن مضى في طياتها يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم مقدم للضيف والجيران في جياتها وخص شيخ في مواقفه كما السيف الصريم من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها اذ لا نلا عند وهل الفزعات والراي الحكيم قوم على قحص المهار مجهزة فزعاتها عساكر البرود واهل الجود والمد المقيم امدادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها وقفات ابو كان معنا فالجديد وفالقديم ما هي غريبة وقفته لا جات في حزاتها ضميت عن ولينت خايخلص غريم من غريم ولياها قوفها النشامة جا ورا اكواتها بسم الهضابين الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفا والطيب من عاداتها بسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصم روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها يا مرحبا ترحيب انت ابنا على النهج السليم ورد لنا طول الزمن مضى في طياتها يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم مقدمه للضيف والجيران في جياتها وخص
شيخ في مواقفك ما تبصر من لابث يوم المعارك تنعرف راياتها اذلان لا عد وهل الفزعات والراي الحكيم دوم على قحط المهار مجهز فزعاتها عساكر البارود واهل الجود والمد المقيم امجادهم حتى الكتم ما شالت صفحاتها وقفات بوركان معنا فالجديد فالقديم ما هي غريبة وقفت لا جات في حزاتها ضميت عن وينتخى يخلص غريم من غريم ولياها قو فيها النشا ما جا وراء اقواتها ولها ضابنا الكرام اللي يعزون الكريم للشجاعة والوفا والطيب من عاداتها باسم الرجال اللي تعز الجار والذل الخصيم روس الرحمن اللي تروس القوم في وقفاتها يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تنتبنا على النهج السليم وارث لنا طول الزمن ما ضاع في طياتها يا مرحبا ما تنقصر عن كل رجال حشيم مقدم للضيف والجيران في جياتها وخص شيخ في مواقفك ما تبصري من لابت يوم المعارك تنعرف راياتها اذلان لا عد وهل الفزعات والراي الحكيم دوم على قحط المهار مجهز فزعاتها عساكر البارود واهل الجود والمد المقيم امجادهم حتى الكتب ما شالت صفحاتها وقفات بوركان معنا فالجديد وفالقديم ما هي غريبة وقفته لا